السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا درس جديد للصف الرابع الابتدائي، وهو درس العناصر من حولنا. طيب، في الدرس ده أول حاجة هنتعرف كده فيها مع بعض يعني ايه كلمة عنصر. قال لي العنصر ده أبسط صورة توجد عليها المادة. احنا عرفنا المادة كل ما يشغل ايه حيز منه فراغ وله كتلة. طب العنصر ده أبسط صورة بقى للمادة، ولا يمكن ان تحليله المادتين او اكثر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ابسط صوره للعنصر، ابسط صوره للماده هي العنصر، ما اقدرش اطلع من العنصر ده اكتر من ماده. طيب، عدد العناصر الموجوده في الطبيعه 92 عنصر، دول في الطبيعه. طيب، وامكن تخليق 26 عنصر في المعمل، يبقى عدد العناصر كلها اللي موجوده قد ايه؟ 118 عنصر. يتكون العنصر من جسيمات صغيرة، تعرف بحاجة اسمها الجزيئات، والجزيء ده بيتكون من وحدات أصغر تسمى الذرات. طيب، العناصر هنا أو أي عنصر ليه مجموعة من الخواص. طب إيه هي خواص العناصر؟ خواص العناصر يا سنة رابعة عندي خمس خواص هندرسهم بالتفصيل دلوقتي. أول حاجة البريق المعدني، تاني حاجة التوصيل الكهربي، تالت حاجة التوصيل الحراري، أربعة الانصهار، خمسة قابلية التشكيل. طيب، خواص العناصر دي احنا هندرسها ليه؟ عشان هنبدأ نصنف العناصر لقسمين مهمين جدا هنتعرف خلال الدرس عليهم. تعالى اول حاجة كده نشوف البريق المعدني. يعني ايه بريق المعدني؟ اللي هو اللمعان اللي بيبقى في الحاجة، زي مثلا الالمونيوم والحديد والنحاس والذهب والفضة. انا لما لاحظت العناصر لقيت فيها عناصر ليها بريق، زي المواد اللي انا لسه قايلها، الالمونيوم والحديد والنحاس والذهب والفضة ليها بريق بتلمع، والبعض الاخر ليس لها بريق زي الكربون اللي هو الفحم مثلا او الكبريت. العناصر دي ملهاش بريق. تمام. طب ايه التوصيل الكهربي؟ التوصيل الكهربي دي يعني قدرتها على نقل الكهرباء، او ان انا اوصل بها الكهرباء. لقيت ان في عناصر جيده التوصيل للكهرباء بتقدر تعمل على توصيل الكهرباء، خلاص، زي الحديد، النحاس، الالومنيوم، الجرافيت اللي هو الكربون، نوع من انواع الجرافيت ده نوع من انواع الكربون، وبعضها رديء التوصيل للكهرباء، يعني ما بيوصلش كهرباء زي الايه؟ زي الكبريت. لاحظ بس هنا الكربون، خلي بالك، بيوصل الكهرباء. طيب، التوصيل الحراري، ايه التوصيل الحراري؟ اللي هي اقدر استخدمها في نقل برضو الحراره. اللي فات كان التوصيل الكهربي، دلوقتي التوصيل الايه؟ الحراري. لان ان بعض العناصر جيده توصيل الحراره زي الحديد او النحاس او الالومنيوم، وبعض الاخر رديء التوصيل للحرارة زي الكربون أو الكبريت. تمام؟ يعني إيه توصيل الحرارة؟ زي نقل الحرارة. توصيل الكهرباء يبقى نقل الكهرباء. طيب، جميل. عندي بعد كده درجة الانصهار. إيه هي درجة الانصهار دي؟ درجة الانصهار اللي تحول زي ما أنت أخدت من الحالة الإيه؟ من الحالة الصلبة للحالة السائلة مثلا. لأن إن بعض المواد درجة انصهارها مرتفعة جدا زي الحديد أو النحاس أو الألمونيوم، مش سهل إن هما، دي مواد صلبة مش سهل إن أخليها سائلة. البعض الاخر لها درجه انصهار منخفضه زي الكبريت. تمام، يعني الحديد عشان اعمله عمليه انصهار عايز درجه حراره كبيره جدا. طب قابليه التشكيل، اللي هو ايه قابليه التشكيل؟ اللي هو ثلاث حاجات: الطرق والسحب والثني. خلاص، يعني ايه السحب؟ اللي انا اعمل اسياخ مثلا الحديد، الثاني ان انا اقدر اتني الحديد، الطرق اقدر ادق عليه زي الحديد او النحاس او الالومنيوم. انما بعض الاخر من المواد غير قابل للتشكيل زي الكبريت او الفحم، مجرد ما اجي ادق على الكبريت او الكربون اللي هو الفحم هلاقي ايه؟ اتكسر. طيب، تصنيف العناصر. بعد ما اخدت انا الخواص دي ولقيت ان بعض العناصر هتلاقيها بتنقسم زي الحديد والنحاس والالومنيوم لها بريق معدني وجيده التوصيل للحراره وجيده التوصيل للكهرباء وقابله للطرق والسحب والثني ودرجه انصهارها مرتفعه فسميتها الفلزات، وبعض العناصر زي الكبريت او الكربون رديء التوصيل للحرارة وعندي ليس له بريق معدني وغير قابل للتشكيل ودرجة انصهاره منخفضة، وطبعا رديء التوصيل للكهرباء ما عدا مين؟ الكربون هو الوحيد اللي لا فلز وبيوصل الايه؟ التيار الكهربي. فانا قسمت العناصر اللي فلزات ولا فلزات. طيب، هبدا استخدم العناصر دي على حسب ايه؟ الخواص اللي عندها. يعني مثلا الحديد هبدا اصنع منه هياكل السيارات والكباري والابواب الكريتال اللي هي الابواب المصفحه واعمده الاناره. وده ممكن يجي لي سؤال علل، هو احنا ليه بنستخدمه في صناعه الحاجات دي كلها؟ اكيد ليه؟ لمتانته وصلابته، يبقى للمتانه وصلابه، وكمان اقدر ايه؟ قابليته للتشكيل، اقدر اشكله زي ما انا عايز. تمام؟ طيب، عندي فلز تاني زي فلز الالومنيوم.
الالومنيوم ده بستخدمه في صناعه اواني الطهي، وده يجي لي سؤال علل اكيد لانه جيد التوصيل للايه للحراره. صناعه ورق الالومنيوم اللي هو الفويل اللي ماما بتعمل بيه الاكل اكيد لانه قابل للايه للتشكيل والطرق والسحب والسنة. صناعه كابلات شبكات الكهرباء، خلي بالك الالومنيوم صناعه شبكات الكهرباء، وبرده لو قال لي علل انه جيد التوصيل للايه للكهرباء. طب عندي فلز زي فلز النحاس بصنع منه التماثيل والعملات الايه المعدنيه، خلاص ليه؟ لانه قابل للايه للطرق والسحب والسني، تمام. طيب يجي برضو يقول لي صناعه الاسلاك الكهربائيه، خلي بالك الالومنيوم شبكات الكهرباء انما النحاس اسلاك الكهرباء، برضو ممكن هنا يقول لي علل ليه، لانه جايه التوصيل للكهرباء. طيب عندي فلز كمان زي فلز الذهب، قال لي بيستخدم في صناعه الحليه واوراق تغليف خشب الصالونات، ليه؟ اكيد لانه ليه بريق معدني، بريق معدني بتاع الذهب كبير جدا، خلاص. واوراق التغليف خشب الصالونات هنا لو جالي علل اقول له انه قابل للطرق والسحب والايه والثني، يبقى كل استخدام احنا معانا علل لازم نعرف ايه ايه الاجابه بتاعته. طب الكربون اللي هو الجرافيت ده لا فلز، بستخدمه ازاي في صناعه الاقطاب الموجبه في الاعمده الكهربائيه الجافه اللي هي حجر البطاريه؟ ليه؟ لانه ايه جيد التوصيل لايه للكهرباء، احنا قلنا لا فلز الوحيد اللي جيد التوصيل للكهرباء هو الكربون. طب جميل، عندي بعد كده فلز تاني زي فلز الزئبق، يجي يقول لي علل بنستخدمه في صناعه الترمومترات. انا فلز الزئبق ده بستخدمه في صناعه الترمومترات، ويجي لي يقول لي علل اقول له انه جيد التوصيل للحراره، جيد التوصيل للايه للحراره، فاقدر استخدمه في صناعه الترمومترات. طب في فلز تاني زي فلز الفضه، ده بيستخدم في صناعه ايه؟ صناعه الحلي، تمام. طب لو جالي علل اقول ان له ايه بريق معدني، تمام. يبقى خلي بالك كده الذهب والفضه بيستخدموا في صناعه الحلي لان لهم بريق ايه معدني. جميل، عندي سؤال للمتفوقين بيقول لي علل يستخدم الحديد في صناعه الكباري،